ولاية السويق في موقع متوسط بين العاصمة مسقط وولاية صحار على الشريط الساحلي لمنطقة الباطنة المعروف بخصوبة أراضيه، تقع ولاية السويق التي تربض بعزة على ضفاف خليج عمان الذي يسهم بشكل كبير في تلطيف جو المدينة. لقد كانت هذه المدينة مرفأً لتفريغ البضائع الواردة من الخارج، ومن هنا أطلق عليها اسم السويق، حيث كانت مركزاً لتوزيع وتسويق البضائع إلى مختلف المناطق العمانية. كما تشتهر المدينة بوفرة المياه العذبة التي تتفجر من الأرض الطيبة مكونة ينابيع جارية في وسط الولاية. لقد حب الله سلطنة عمان بشواطئ بحرية تمتد مسافات طويلة، لذا فقد كان صيد الأسماك ولا يزال حرفة رئيسية لسكان السواحل في عمان، حيث يعتبر الساحل من أغنى المناطق بالأسماك. ويستعد الصيادون يومياً لرحلة بحرية بقوارب الصيد الحديثة ليعودوا محملين بالأسماك الطازجة المختلفة الأنواع لعرضها في الأسواق المحلية لتجد طريقها إلى المواطن لسد حاجته. ولا ننسى كذلك دور رجال البحر من الشيوخ وكبار السن الذين يساهمون بخبرتهم وجهدهم في عملية الصيد بإصلاح الشباك وتجهيزها لأبنائهم. وتشكل الثروة الحيوانية أحد موارد الدخل للمواطنين في الولاية، فتربى الجمال في السويق للاستفادة منها في مجالات كثيرة، وأهمها التي تربى للاشتراك في السباقات التي تقام في المناسبات المختلفة، حيث يحرص أبناء ولاية السويق على تربيتها وتدريبها. تشاهدها في كل مكان في ولاية السويق، إما في العربات مزينة ومجهزة لنقلها لأماكن أخرى للاشتراك في سباق يجري هناك أو قادمة من سباق. ولعله منظر مألوف أن تشاهد أحد أبناء الولاية يمتطي جملاً ويعبر به طرقات الولاية التي اتخذت من الركاب شعاراً لها. ولخصوبة أرض المنطقة انتشرت المراعي الخضراء لمسافات شاسعة، مما شجع الكثير من أبناء الولاية على تربية المواشي من الأغنام والماعز للاستفادة من لحومها وأصوافها وألبانها وتوفيرها في السوق المحلي. كما تربى الأغنام والماعز في مزارع خاصة أقيمت بأحدث الأساليب، وأدخلت سلالات جديدة إلى جانب الأغنام المحلية، وذلك لزيادة الفائدة من لحومها وألبانها. للزراعة تاريخ طويل في ولاية السويق، نظراً لمساحة الرقعة الزراعية الواسعة والخصبة ووفرة المياه، لذا أنشئت المزارع الحديثة التي تعتمد على الميكنة وأساليب الري الحديثة، وتمت زراعة مختلف أنواع الخضروات مثل الطماطم وغيرها، مما ساهم في سد حاجة السوق المحلي من هذه المواد الغذائية الهامة.
كما اهتم المزارعون بإدخال زراعة أشجار الفاكهة مثل الفافاي التي نجحت بشكل ملحوظ لتوفر الظروف المناخية المناسبة، وكذلك أشجار الحمضيات كالليمون، إضافة إلى زراعة أشجار النخيل الذي يعتبر من الأشجار التي يحافظ سكان ساحل الباطنة عموماً على زراعتها والاعتناء بها، وكذلك أشجار الموز وغيرها من نباتات المنطقة. سهل الباطنة معروف بغزارة مياهه الجوفية العذبة، وفي ولاية السويق تتدفق المياه العذبة من جوف الأرض في بعض المناطق لتشكل جداول صغيرة، ولا يحتاج المزارع إلى جهد كبير للوصول إلى الماء الذي يكاد يتدفق على وجه الأرض بسبب مخزون المياه الجوفية الكبير الذي يستغل لري المزارع في جميع أنحاء الولاية. وتساهم الدولة بفضل توجيهات صاحب الجلالة السلطان المفدى بقسط وافر للمحافظة على المنتوجات الزراعية من التلف، حيث أنشئت هيئة لتسويق المنتجات الزراعية لشراء المحصول من المزارعين ونقله بالشاحنات المبردة إلى أسواق الولاية كسوق ثرمد وسوق البداية المشهورين وباقي المناطق في السلطنة. لقد عمت النهضة المباركة كافة أرجاء الولاية، حيث شقت الطرق وأقيمت الدوائر الحكومية والبيوت ذات الطراز المعماري الحديث والمستمد من فن العمارة العماني الإسلامي بأقواسه الرائعة وزخرفته البديعة، تحيط بها المزارع الخضراء بأشجارها الباسقة مما يشكل لوحة فنية غاية في الجمال. ولذوي الدخل المحدود أقيمت المساكن، وتم توفير كافة الخدمات الرئيسية في الولاية كالبريد والهاتف الذي سهل عملية الاتصال بالداخل والخارج، وعم النور والضياء كافة أرجاء الولاية عبر محطة حديثة للكهرباء، وتمكن المواطن من التنقل بين مختلف المناطق عبر شبكة من الطرق المعبدة الحديثة التي تتخللها الدوارات، وساهم الطريق الرئيسي المزدوج الذي يربطها بالعاصمة وباقي الولايات في إنعاش الحركة الاقتصادية في الولاية بشكل كبير. ولأهمية الدور الذي يلعبه الجيل الجديد في نهضة البلاد ونموها وتطويرها، فقد أولت الحكومة الرشيدة جل اهتمامها بإنشاء المدارس الكبيرة التي تعتبر صروحاً علمية يتلقى فيها المئات من الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية الدروس النظرية والعملية. وانتشرت المدارس الحديثة في كافة المناطق في ولاية السويق، حيث يبلغ عددها حوالي 28 مدرسة للبنين والبنات،
وتسهم هذه المدارس في تنشئة الجيل الجديد تنشئة فكرية وعلمية معتمدة الأساليب والطرق الحديثة في التعليم. نعم شكرا. من أي البلاد العربية عرف هذا العلم العربي؟ من عمان. من عمان. نعم تفضل. الخليل بن أحمد، لقد حصرت الأنغام ومقاديرها وأنواعها فضممت كلا إلى نوعه، ثم حصرت أوزان الشعر العربي بتوفيق الله. شكرا. أكمل. ثمانية، لا أفكر في حصر ألفاظ اللغة العربية بشكل علمي تام كامل لا يغادر منها لفظة فيه. شكرا. وتقدم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين بواسطة المركز الصحي الذي يضم عددا من الأقسام المزودة بالأجهزة الطبية اللازمة لرعاية النساء الحوامل والأطفال وتطعيمهم ضد الأمراض السارية. ونظرا لأهمية الصناعة في تطوير عجلة التنمية في البلاد، فقد ارتأت الحكومة الرشيدة توزيع الصناعات على كافة مناطق السلطنة، فأقيم مصنع الكرتون في السويق حيث يوفر حاجة البلاد من المغلفات والكراتين مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما يوفر فرص عمل للأيدي العاملة العمانية والتي تسهم في تشغيل الآلات والإشراف على سير العمل في المصنع. ولم تكن في نية الحكومة حين اهتمت بإقامة الصناعات الحديثة إلا أن تسير جنبا إلى جنب مع الصناعات التقليدية التي تلقى كل التشجيع حفاظا عليها من الانقراض، ففيها مهارة الأجداد وعبق التراث التليد. ولا زال أبناء ولاية السويق يحافظون على صناعة الزمط والمنجور والتي تعتمد أساساً على أخشاب الأشجار القوية المتوفرة في المنطقة. وقد كانت هذه الأدوات التقليدية ولا زالت تستخدم لسحب المياه من الآبار لري المزروعات، ولطالما حفظت على مر العصور بساتين النخيل الكثيفة في سهل الباطنة. كما أن صناعة الخناجر العمانية التي تمثل رمزاً وطنياً هي إحدى الصناعات التقليدية التي لا تزال تلقى رواجاً كبيراً بين أوساط الشعب العماني الذي يعتز بتراثه القومي. ونرى الأيدي العمانية الماهرة تؤدي عملها بإتقان شديد لإنجاز هذه التحفة الفنية الرائعة مستخدمة الفضة لتزيينها. وتشارك المرأة العمانية بدور فعال إلى جانب زوجها في إتمام صناعة الخنجر العماني المميز بنقوشه الجميلة ليصبح جاهزاً لعرضه في السوق، كما يقدم كهدايا تذكارية للزوار في المناسبات الرسمية. حصن السويق التاريخي أحد الشواهد التي لا زالت قائمة متحدية الزمن لتصل الماضي التليد بالحاضر المشرق.
وكذلك سور المغابشة وسور الهلال، إضافة إلى العديد من الأسوار والحصون التي يتجاوز عددها 20. ويعتبر حصن الثرمد أحد أبرز المعالم الأثرية الهامة بالولاية، وقد بني هذا الحصن لحماية المنطقة من الاعتداءات الأجنبية، وبه عدد من الأبراج التي تشرف على مسافة واسعة من السويق، مما يدل على قوة العمانيين وصلابتهم في الدفاع عن وطنهم، إضافة إلى الطريقة المعمارية الجميلة التي بني بها الحصن الذي يحتوي على عدد من الساحات الداخلية المبنية من جذوع النخيل. وإحياءً للتراث العماني العريق، فقد تم ترميمه بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المفدى، وقد تم الاحتفال بإتمام ترميمه في غمرة الاحتفالات بالعيد الوطني 16. تتعدد مظاهر التراث والاهتمام بها لتبقى على مدى الأجيال حية تستمد روح الاستمرارية من الإنسان نفسه، متمثلة في الرقصات الشعبية. وها هم أبناء ولاية السويق يؤدون القصافية بكل ما فيها من طرب وسعادة، وما تحمله من معاني العزة فتضفي عليها رعشات السيوف بريقاً من نصر تحقق بإنجازات قهرت الصعاب وحولت ولاية السويق إلى بساط أخضر وإلى بقعة هانئة تتوق النفس لسكنها.